انا مش ههرب واتجوز من وراكم زي ما بيحصل في افلام السينما. انا ببلغكم من دلوقتي اني هتجوز علاء بعد يومين، وهسافر اعيش معايا في المكان اللي هيشتغل فيه في مرسى مطروح. في مرسى مطروح دي يا بنت؟ في مرسى مطروح دي بتاعت ليلى مراد وحسين صدقي. طب ليه يا بنت؟ ليه الشحطات اللي انت هتشحططيها لنفسك دي؟ جوزت ايه المنيله دي اللي انت بتبيعي الكل عشانها؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. بلاوي ايه اللي نازله تلف عليا دي؟ ما هم عمالين يحسدوني وينق عليا، والاعمال نازله ترف، الاعمال نازله ترف. اللي انت بتقوليه ده اعمال ايه بس؟ اعمال فوزيه وحميده وناظم. من يوم ما نجحت انت واخوكي وهم مش سايبيننا في حالنا، مولعين من جواهم نار. يا ماما انا اعرف علاء من قبل ما اتخرج واخد الليسانس، يعني شيلي من دماغك ان حبي لعلاء وجوازي منه نتيجة سحر وشعوذة فوزية. دي حياتي وانا اخترتها بارادتي. انت ايه؟ ما بتحبيني؟ ايه يا شيخ؟ انت ايه؟ ابوك اللي مرمي جوه حضرتك ده تبقي كده كده اهو بغمضة عين عشان حتة واحد لا من تبنى ولا من مقامنا. انتي عارفة انا بحب بابا قد ايه، وهفضل احبه مهما حصل، وبحبك انتي كمان قد ايه. بس بحب علاء، متأكدة اني هكون سعيدة معاه. انتوا تكرهولي اني اكون سعيدة معاه؟ صبر ان البنت اللي حبيتها اكتر من اي حاجه في الدنيا ممكن تعمل فيا كده. تعصاني، تعصى امري، تكسر همتي. ده انا عمري في حياتي ما حبيت حد زي ما حبيتها. وبعدين البنت دي بالذات، البنت مروه دي، انا عمرها ما طلبت مني حاجه وقلت لها لا. وبعدين انا نفسي عمري ما طلبت منها حاجه وهي قالت لا. يبقى ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا بهيجه؟ كنت مغشوش انا؟ كانت بتضحك عليا؟ كانت بتمثل عليا زي بتوع السيما؟ ازاي بس يا ربي؟ ايه اللي غيرها؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا ناس؟ احسيبك الاول عشان خاطري يا رب تعدمني ما تعمل في نفسك كده. امال اعمل ايه بس؟ ايه اللي ممكن اعمله؟ ايه اللي هي عملته ده؟ يعني انا دلوقتي ازعل منها عشان بتعصاني؟ ولا ازعل منها عشان هتبعد عني كمان؟ ازعل منها من ايه ولا من ايه ولا من ايه؟ بس يا حاج، بس قطعت قلبي يا بهيجة. انا اللي اعرفه في الدنيا دي حاجة واحدة بس، ان البنت ما تعصاش ابوها حتى لو نزل لها ملاك، ملاك من السماء. غصب عنها، غصب عنها يا اخويا، البنت مش قادرة. غصب عنها ازاي؟ ومش قادرة يعني ايه؟ بتحبه يا حاج، بتحبه. ها عملت ايه؟ مفيش فايدة يا فتحي، بابا محكم رأيي انه يقاطعني. طب امي رأيها ايه في المشوار ده؟ ما انت عارفها، لا يمكن تقول لبابا حاجة تزعله. ده الكلام اللي مش موزون، ده بقى الكلام اللي مش موزون. طب وانتي قلت لهم ايه؟
انا مفيش قوه في الدنيا هتخليني اغير موقفي، دي حياتي ولازم ادافع عنها. عشان كده قلت لهم اني بحب علاء وهتجوزه مهما حصل. برافو برافو عليك يا مرو، اهو ده بقى الكلام اللي موزون بجد. اصل انا مش فاهم ليه الحاج مش موافق على الجوازه دي. موضوع ان علاء فقير والكلام ده مش داخل دماغي، ما ياكلش معايا، ابويا عمره ما كان بيفكر بالشكل ده. طب تفتكر هيكون ايه السبب يا فتحي؟ مش عارف، بس اكيد في سبب، وسبب كبير كمان، عشان كده الحاج مش راضي يقول عليه. سبب كبير؟ هيكون ايه؟ تعصاني تعصى امري تكسر همتي، ده انا عمري في حياتي ما حبيت حد زي ما حبيتها. معنى الكلام اللي انت بتقوليه ده ناويه تتجوزي الواد ده من غير رضانا؟ والله لو تقدروا تقنعوني ليه ما تجوزهوش؟ انا مستعده اقتنع، بس هتقولولي بقى فقير اقل مني؟ مش هقتنع بالسبب ده. مستنيه مني الامر فيه ايه؟ الليله فرح مروه بنتك. فرح مين؟ فرح مروه؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ ايه؟ سيبني عني يا لهوي، ايه ده؟ هتعمل ايه يا عم؟ هقتلها هقتلها انت جنان. سيبني عني يا لهوي، سيب المتعلم. اوعى، انا قلتها كلمه وما تعودش ارجع في كلمه ولو على رقبتي. عشان خاطر يا حاج سيبيني. هات المسدس ده، ابص ايدك يا اخويا، ربنا يهديك. عشان خاطر انت تطلع منه رصاصه كده ولا كده؟ سيب يا حاج، سيب عشان خاطر، سيب يا اخويا، سيب سيب سيب. الله يهديك الله يهديك الله يهديك. واحد الله استغفر الله العظيم يا رب. اللي بيحصل لنا ده لا لوم ولا اعتراض يا رب، من الاعمال يا اخويا اللي بتترمي لي في البيت، من الاعمال. استغفر الله العظيم. ايه ده يا اخويا كده؟ وحد الله. عندك حق عندك حق. اقعد يا حاج. استغفر الله العظيم. الله يهديك. استغفر الله العظيم. دي مروه يا حاج، عايز تموت مروه حبيبتك اللي انت ما بتستحملش عليها الهوا الطاير. ايه يا اخويا؟ استغفر الله العظيم. كل سبب العظيم. خلاص خلاص يا بيجي، روح لهم انت. ايه؟ ايه يا ابراهيم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت عايزني يا اخويا اروح فرح بنتنا لوحدي من غيرك؟ ايوه، انت هتروح الفرح لوحدك يا بهيجة. ازاي ده؟ الناس تاكل وشي؟ انت عايز الناس تقول عليا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه، كفاية اللي انا فيه. حاضر يا اخويا حاضر. اسمعي الكلام يا بهيجة، انت هتروح الفرح لوحدك والناس كلها تعرف ان انا مش راضي عن الجوازة دي، لا انا ولا ابني فتحي. يا حاج احرم عليك، حتى فتحي مش عايزه يحضر فرح اخته. اسمعي الكلام يا بهيجة، زي ما قلت لازم الناس كلها تعرف ان انا وابني واحد،
وان احنا مش موافقين على الجوازه دي، انما انت امها، ومش معقول تسيبيها في ليله زي دي لوحديها، فالناس يشوفوكي انت لوحدك هناك وحسك عينك. مش هتقعدي كتير، شويه كده وتوبي، وخدي معاكي فلوس، فلوس كتير، اديها فلوس بينك وبينها من غير ما حد يحس ومن غير ما حد يشوف. خلي بالك البنت دي رايحه في غربه، وبعدين جوزها احنا عارفين احواله، جوزها غلبان ما حلتوش حاجه. ربنا يخليك لي، ما يحرمنا من حنيتك ابدا. ربنا يخليك. بقول لك يا واد يا سلام، عايز ايه بك؟ النهارده فرح الست مروه، انا عايز اروح، تعالى معايا. يا نهار ازرق عليكي، انت عاوزه الحاج كروشرا المغلق؟ مين اللي هيقول له يا عبيط؟ هو الحاج محتاج حد يقول له؟ ده بيعرف كل حاجه وهو قاعد على المكتب. ده الحاج يا بت. ماشي يا سالم. حبيبي وعنايا لو في وسط ميا، حبيبي وعنايا عنايا لو في وسط ميا، ما يخفاش عليا عليا، ما يخفاش عليا. البدر وانواره من حسنه بيحتاره، وما يبان يداره في الرايحة وفي الجاية. البدر وانواره من حسنه بيحتاره، وما يبان يداره في الرايحة وفي الجاية. ساعة لما بيظهر وطريقه بينور، مش ممكن اتصور ابدا غيره يأثر فيا، غيره يأثر فيا. ده انا دايما اوصافه بتخايل في عينيا، ده انا دايما اوصافه بتخايل في عينيا. ساعة لما يعدي فكري يجيبه يودي، دقة قلبي تهدي لما يمسي عليا عليا، لما يمسي عليا. ورد خدودك جعل عودك زادوا جمال، خلى الشقر يشوفوا الصمت يباتوا في حال، عرفوا النار والغيرة سمرة باتوا في ذل وحيرة سمرة. Thank you.
عالطبلة والزمارة. ارقصي يا قمرة يا قمرة، خليت الناس يبقوا حيارة من العشق باتوا صغارة، ويقولوا يا ولا ده حرية يا ولا، ويقولوا يا ولا ده حرية يا ولا، وصبية يا ولا آه يا ولا يا ولا، ارحمني يا ولا والنبي يا ولا، يا 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 ولا. عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا، عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا. لسه قاعده مهدوم الفرح؟ ومين يا ابني اللي نفسي يعمل اي حاجه؟ هو ده اليوم اللي انا كنت بحلم بيه ومستنياه؟ هو ده فرح مروه ابراهيم الحقاد بنت اكبر تاجر في البطليه كلها؟ خلاص يا امه بقى، خلاص مش اتجوزت؟ خلاص بقى. وانه جوازه ده ربنا وحده هو اللي يعلم بالنار اللي جوايا. ليه بس كده يا أم؟ ليه؟ ما هي اتجوزت اللي بتحبه وهتعيش سعيدة ومبسوطة، عايزة لها ايه تاني؟ يا شبت العدوين فيا، يا فرحة نازك وفوزية، وشماتة اخواتك البنات، اخواتك البنات اللي اتعملت لهم افراح الدنيا لسه بتحكي عنها الخير. يلا ربنا يعوض عليا. انت قعدت في الفرح لغايه امتى يا فتحي؟ لغايه اخر الفرح يما. يعني خلاص اختك سافرت مع جوزها يا ابني؟ ايوه يما، بعد ما الفرح خلص. ما سالتهاش يا فتحي ان كانت محتاجه حاجه ولا حاجه؟ ما انت مديها لها فلوس يما، مش كده؟ يا ابني انا مش بسال عن الفلوس، يمكن تكون محتاجه حاجه تانيه وكسفت تقولي عليها. ياما ياما بطلي القلق ده بقى. طب ده انا حتى لما جيت اديها فلوس قالت لي انها واخده منك وبزياده. هي رديت تمد ايدها ولا تاخد؟ غير لما قلت لها ان شاء الله تعدميني يا بنتي لا تاخدي الفلوس دي، لو ما خدتهاش يا مروه عمر لساني ما هيخاطب لسانك طول العمر. عموما ياما انا عايزك تطمني، وبعدين انا حلفتها لو احتاجت اي حاجه تقوم مكلماني على طول. ربنا يا ابني يخليكوا لبعض. بس بقولك ايه، انت جبتي سيره للحاج اللي انا رحت الفرح ده؟ وانا يا ابني شفته من اصله ولا اقدر اقول له كده حتى؟ انا حتى بفكر في دماغي اكلم البنت ورده الصبح في التليفون في المغلق واقول لها اوعي يا مقصوفه الرقبه تجيبي سيره للحاج ان فتحي كان في الفرح. سيب الست مروه في ليله زي ديت بصراحه كده، هي جميله مغرقاني. طب والختمه الشريفه انا بحبها اكتر من ابويا واخواتي. طب اتنيلي غوري من هنا انت واخواتك. ده انا رقصت رقص يا حاج يا لهوي، كنت مستنزره اليوم ده عشان ارقص فيه، والختمه الشريفه انا كنت نادراها. انكتم دلوقتي وغوري من خلقتي. مش هتشرب القهوه يا حاج؟ مش هشرب زفت من خلقتك. مش يا حاج. استني يا بت. نعم يا حاج.
اسمعيني يا بنت انت. اسمعيني وافهمي. وهي جنب عريسها؟ ايه الا فرحانه دي كانت طايره من الفرح يا حاج. مش خدت خلاص اللي قلبها رايده؟ وانتي ايش عرفك؟ ما هو يا حاج ست مروه كانت ساعات يعني بتقعد تفضفض معايا بالكلام. طب اديني غوري امشي خليتي. ماشي يا حاج. يلا ماشي. بنته مقصره فيه قوي. السلام عليكم يا عم نعسي. سلام. اهلا يا ابراهيم. اقعد. ازيك يا ابراهيم؟ مفيش داعي تتنحي زي ابني، لان انا حاسس باللي انت فيه. ما انت اللي مربيني يا عم نعسي. انا اللي مربيك وانا اللي معلمك وانا اللي موصلك للي انت فيه. ما هو الفضل والشكر لله وليك يا معلم نعسي. البنت اتجوزت الواد الظابط. اتجوزته اول امبارح يا معلم. وحضرت انت الفرح طبعا. لا وده معقول هروح للنار برجلها يا معلمي؟ مفيش حاجة تشقلب شغلنا وتبوظ حياتنا الا المدعوء اللي اسمه الحب ده. اديني دوست على نفسي وعلى قلبي يا معلم وما ساعدتهاش ولا بقرش. خليك كده احسن. هي سكنت فين؟ هي راحت مع جوزها سجنه في مرسى مطروح. مرسى مطروح؟ طب ما اتحلت. اتحلت من عند ربك وخلصت الحكايه في نفس الوقت. اهو راحوا بعيد عننا واحنا بقينا في امان. ايوه بس انا تعبان مش قادر على بعدها يا معلم. والله انت حر. عندك بدل الطريق اتنين، عندك طريق السلامه وعندك طريق الندامه. تحب تمشي في طريق السلامه امشي، تحب تمشي في طريق الندامه انت حر. ايوه معلمي بس انا هفضل عايش حياتي كده محروم من بنتي؟ لا ما حدش قال كده. احنا بنقول هما الاثنين شويه بشويه نجيبهم يبقوا تحت جناحنا، وفي نفس الوقت جوز بنتنا ده ندوقوا نعمتنا لغايه ما يشبع. والله يا معلمي انا من غيرك ما كنت اعرف لا اروح ولا اجي. زي ما بيقولوا في الامثال، الانسان يستنى طول عمره يتعلم لغايه ما يموت. الله 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 عليك. ربنا يديك الصحة يا معلم ويديك طول العمر إن شاء الله. قول لي بقى إيه الأصناف الجديدة اللي نزلت في السوق؟ بقول لك يا سي فتحي، أنا كل يوم والتاني يا أخويا بتقدم لي عرسان أشكال وألوان وأنا عمالة أطفش فيهم لدرجة إن أبويا وهريدي شكوا في الأمر. وطي صوتك، وطي صوتك لحد يسمعني. وطي صوتك لحد يسمعنا. مالك يا أخويا خايف مرعوش كده؟ أنا خايف؟ أنا ما بخافش. أنا خاف من إيه؟ اللي يحب ما يخافش. شوف اختك مروه عملت ايه.
لا اختي ده مشوار تاني خالص، اختي عندها راجل بيصرف عليها ولو ما صرفش بتشتغل وبتاخد مرتب. لكن انا، لكن انت ايه بقى كل الفلوس اللي عندكم دي وهتغلب؟ يا حبيبتي يا حبيبتي لو ابويا قفش عليا لا يمكن حد يميل دماغه في اي حاجه تاني. امال امك فين؟ امي هي انا امي تقدر تقول له تلت التلاته كام؟ يعني تقصد ايه كل واحد يروح في حاله؟ يلا يعني استني بس استني، الموضوع ده محتاج نفكر له كويس ونتكتك له. طب تكتك، المهم تطلع بنتيجه. ده انت حتى الشغل المغلق بتاع ابوك مش عايز تروح وعمال تاجل فيه. بكره هتشوفي. بكره 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 هو بكره ده ايه ما بيجيش خالص؟ يكون في علمك بقى انا متقدم لي عريس ايه لقطه عنده استعداد يصرف عليا من جنيه لألف ومستني مني اشاره واحده. اي نعم هو متجوز وعنده عيال لكن مفيش مشكله، وانت تعرفه كويس قوي. انا اسمك يا ورده. يا ورده استني بس يا ورده. مين ده ابن القرع؟ العيال ناموا؟ العيال في اوضتهم بيتفرجوا على التلفزيون. اجهز لك العشاء؟ لا 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 مش هقدر اكل، انا لسه واكل لقمه دلوقتي مع واحد تاجر كنت بتفق معاه على بيعه، بس الحاج بيني وبينك مش عاوز اقابل حد من دول. هو اللي حصل ده شويه يا برعي. حاج صعبان عليا قوي يا حميده، لو شفتي حاله يصعب على الكافر. الراجل زي ما يكون اتكسر، انا خايف على الراجل ده لو جرى له حاجه مين هيدور الشغل؟ امال انت رحت فين؟ انا رحت فين؟ قصدك فتح اخوك راح فين؟ انت مش قلت لي ان هو مش هينفع؟ لا كل شويه الحاج يقول لي خلي بالك من فتحي يا برعي، خلي بالك من فتحي يا برعي. لازم تعرف ان الضربه الجايه اللي هتفتح لك الطريق هو ان فتحي اخويا يتجوز بنت بشندي، ساعتها بقى ابويا هيامن ويصدق ان مفيش حد غيرك يقدر يدور الشغل. قول يا رب. هقول بس انت شد حيلك، اجيب لك الشيشه واولع الفحم. هات الولعه خليها ليله مرمطه. قولي بقى بصراحه حاج، سمعت الكلام ده من بره ولا الواد برعي قال لك عليه؟ ما بقاش سر يا ابني، الكل بقى عارف. والعقاد رايه ايه في الجوازه دي؟ الله يكون في عونه، الراجل هيقع يموت. يا سلام. يا علي يعني لما رحت تتقدم له ما كانش في جوازه ولا يحزنوه، كان بس بيتهرب بصنعه لطافه عشان مستقلني على بنته مش كده؟ خلاص بقى يا سمير يا ابني، ده موضوع عدى وراح لحاله. لا يا ابا ما راحش لحاله ولا حاجه، الراجل ده بيبص لنا من فوق، من فوق قوي، شكله كده بيستعر اننا نناسبه. خليك شايف ايه اللي حصل، بنته زرعت له اكبر خازوق. خلينا في الاهانه اللي احنا فيها، ازاي يرفض ابن المعلم مطوع اللي الدنيا كلها تتمنى تسلم عليه؟ انت هتكبر الموضوع، هو الراجل ناقصك؟ خلاص يبقى يسيبنا على راحتنا. وحد منعك؟ يبقى نشتغل اللي على كيفنا. ما تشتغل في اللي انت عايزه. حلو قوي، انا بقى هشتغل في البودره وياك يفتح بقى. وانا قلت لا، احنا يا ابني مش عايزين مشاكل. جريب بعد كل اللي حصل ولسه عامل له اعتبار؟ اما موت بعمل اللي انت عايزه، لكن ما تجريش على اخر الزمن وتصغرني. بعد الشر عليك يا ابا، هو اللي لازم يموت عشان نستريح منه، ولا هنفضل طول العمر نشتغل وهو واصي علينا. مالك يا ابراهيم قاعد كده يا اخويا وشايل هم الدين؟ الواد ابنك فين يا بعيد؟ لسه ما رجعش. انا نفسي افهم الواد ده كل يوم بيروح فين. يوم يعني هيروح فين يا حاج؟ تلاقيه هنا ولا هنا مع شويه العيال اصحابه دول. اصحابه ولا داير على حل شعره؟ حل شعره له فتح بنت، ده راجل وماله هدومه كمان يا حاج. هو اللي يجري ورا الخبص ده بيبقى فيه من وراه راجل؟ مالك يا ابراهيم انت قلب على الواد كده ليه يا اخويا؟ ما هو ادي النتيجه، ادي نتيجه دلعك. الواد ده ما بينزلش ليه؟ يقعد مكاني في الشغل في المغلق. ينزل يا اخويا ينزل، بس انت هدي نفسك. بطل دلعك فيه ده يا بهيجه. الله مالك يا ابراهيم بتنطر في وشي وبتشخط كده ليه يا اخويا؟ انا مش مدلعه عيالي، انا مربياهم احسن تربيه لغايه لما خدوا الشهادات ومشرفينك. مفيش حاجه تشرف العقاد. شهادات ايه وخيبه ايه؟ طز في الشهادات. خد ايه من وراها؟ ادي البنت اللي خدت الشهاده راحت جابت لي غصب عني نصيبه حاططها فوق دماغي، والواد ابو الشهاده
متنايل على عينه مش عارف يعمل ايه. مش هو يا حاج قالك انا هستريح شوية بعد الامتحانات وبعد كده هنزل معاك الشغل؟ ما خلص الامتحان بقاله 3 أشهر كل دول ما كفوش راحة. بقولك يا بهيجة، هي كلمة حطها في دماغك وقوليها للواد ده. الواد ده لو ما نزلش من بكرة قعد مكاني في المغلق وخد باله من الشغل مظبوط يعتبر نفسه له ابني ولا عرفه. كلمة قلتها لك، اما اشوف اخرتها معاكوا ايه. واخيرا فتحي. ايه حاج ما جاش ليه؟ ما رايح النهارده في البيت. ماشي هطلع انت مكتبك وانا خلي بنت ورده تجيب لك شاي. ورده وانا مش راجل ولا ايه؟ بصراحة ربنا انت لحد دلوقتي نص، لغاية ما تنزل تقعد في المغلق وتمسك تجارة ابوك، ساعتها تبقى راجل كامل مكمل. هتبقى قمرين لو نزلت كده اهو ومليت مركزك وقعدت على مكتب ابوك ابراهيم العقل. الشاي. ايه ده؟ استني هنا، انت رايحه فين؟ برع قاعد بره، خايفه يكون بيتصنط مش عايزاه يسمع حاجه. يعني عشان خاطر برع قاعد بره تخش حتى من غير ما تقولي صباح الخير؟ لا اصل ايدك يعني متضايق ومتعصب وشايل طاجن ستك على راسك، قلت بلاش بقى. معلش يا ورده، اصل ما نمتش كويس. قول كده بقى يا عينيا، تلاقيك طول الليل سهران مع النسوان بتاعتك، هتجيب النوم ازاي؟ انا مش ناقصك يا ورده. ولا كمان يا خايه مش ناقصاك، عن اذنك يا ورده. بس يا ورده. ايه جابت لك الشاي؟ تعرف مدحي بنت ورده دي، بنت دي اخسرتها في الفقر. يا سلامة دوحة، البنت دي لو وقعت مع واحد بس كده يقدرها ويلبسها تبقى ولا البرنسسات. انا مش فاهم انت ليه بتقول لي الكلام ده اصلا. لا اقول لك حاجه بس يعني تزعلش مني. قول. البت دي عينيها منك هتوح. وانت عرفت منين الكلام ده؟ الله 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 هتوح، مش انا اللي اتقال الكلام ده، ده انا برعي. برعي اللي يفهمها وهي طايرة. أنا بص لأي واحدة كده في عينيها أعرف هي بتفكر في إيه وعاوز إيه. طب أنا مش فاهم يعني أنا مطلوب مني أعمل إيه؟ لا أبدا، أنا بقول يعني تعينك منها وكاشش. طب لو افترضنا يعني افترضنا إن كل اللي أنت قلته ده صح، حكيتش منها ليه؟ ما انا طول عمري اعرف حريم. خايف من الحاج. طب لو افترضنا يا برع يعني ان كلامك ده مظبوط، ومثلا يعني مثلا انا فعلا ميال لواحده كده زي ورده، لو الحاج عرف هيرضى يبص في خلقتي؟ لا من ناحيه الحاج ما تقلقش يا توحه. ابراهيم العقاد ده راجل نفسه حلوه، يحب الفقير قبل الغني. كلام ايه ده يا برعي؟ بامرت ايه يعني؟ انت شفت الحاج عمل ايه مع جوز اختي الظابط؟ ايش حال بقى لو عرف ان انا ميال لواحده زي ورده؟ حلوه قوي. كويس بقى انك جبت سيره موضوع الظابط. انا هقول لك على سر بقى دوحه، بس وغلاوتي غلاوتي مين؟ وغلاوتي الحاجة بهيجة عندك. ما تجيب سيرة لحد. سر؟ سر يا برع؟ لا توحى تحلف الأول. ما أتأثر يا برع، أحلف إيه؟ ها أصل كلام رجالة، قول بقى قول. أبوك يا فتحي، أبوك الحاج إبراهيم عمل اللي عمله ده مع أختك وجوزها وهو مش موافق من جواه، عشان كده
بقى حاله يصعب على الكافر. تفتكر؟ طبعا الا افتكر ده فتحي. ده ابوك الحاج ابراهيم العقاد ذات نفسه بجلاله قدره اللي يتهز قدامه شنبات البطنيه كلها، يقعد على الكرسي اللي قدامك ده ودموعه تشر على خده. مش معقول، بقيت اشوفه قلب بيتقطع. قلت مش معقول يا ده برعي تجيب الحاج ابراهيم العقاد يقعد كده يكلم نفسه. اخش عليه افاجئه، يمكن يبعبع بالكلام ويتكلم وما يكتمش في نفسه. طب ايه؟ اتكلم؟ قالك حاجة؟ طبعا اتكلم. قال لي يا برع انا ما كنتش بنام الليل، متضايق، بس اللي مسكته ومهديه ان اختك اتجوزت الراجل اللي هي عاوزاه. ايه؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه انه ما بينه وما بين نفسه كان موافق على الجوازة. طبعا كان موافق على الجوازة. وانت فكرك فتح ابوك لو ما كانش موافق على الجوازة دي كانت اختك المفعوصة دي تقدر تخرج من باب ضدها؟ راتوحة ما تشغل دماغك امها. يا برع يا، انت مش متخيل، انت مش متخيل انت ريحتني قد ايه دلوقتي. الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. انا عشان كده بقول لك لو قلبك يعني مشغول بحاجه، فكرك مشغول بحاجه، كلمني، افتح قلبك يمكن تستريح. لا انت عشان انت بس لسه قايل لي كلام موزون وزن لي دماغي. انت مش متخيل موضوع اختي ده كان تعبني قد ايه. اختك؟ انا بحسب فيه موضوع تاني كده وكنت محرج تتكلم معاه فيه. طب بقى نتكلم في الشغل بقى. يلا يلا. Thank you.
عايزني اسيب الجمال ده كله وكنت تيجي لوحدك؟ حبيبتي ما انا كنت خايف عليك من الوحده. وحده؟ وحده ايه يا حبيبي؟ انت مالي كل حياتي. يعني مش تضايقي لو قعدت هنا على طول؟ اتضايق؟ حد يضايق من الميه والهوا؟ انت عايز ليه مراد تزعل مني؟ بس حبيبتي انا حاسه ان عطلتك عن مذاكرتك لحد دلوقتي. ما انت عارف يا حبيبي طول ما انت في الشغل انا قاعده بذاكر. وحبيبتي بقى نفسها تعمل ايه دلوقتي؟ نفسي افضل في المكان الجميل ده وافضل استمتع على طول. يلا بينا. يلا. يا الميه لذيذه بشكل. ما تيجي نبقى ننزل مره. عايزني البس مليون؟ انت ناسي اني بنت الحاج ابراهيم العقاد. ومين قال لك يا بنت العقاد ان انا هنزلك بمايو؟ بقول لك نبقى عاملين حسابنا وجيبي بنطلون حلو كده ننزل بيه. بنطلون؟ طب يلا نجيب بنطلون. انت بنت ورده انت مش هتبطلي عمايلك دي؟ هي عملت ايه يا هريب؟ كل لما يجي فتحي بيابا تجري وراه وتطلع ورا المكتب ويفضلوا قاعدين جوه بالساعات ما اعرفش بيهببوا ايه. هنكون بنهبب ايه؟ بشوف طلباته ولا بلاش يعني؟ يا ابني بتشوف شغلها. امال يعني هتكون بتعمل ايه يابا؟ شغلها ايه؟ شغلها ايه يابا؟ يابا اعمل معروف، احنا مش حمل كلام الناس. انا ما حدش يقدر يتكلم عليا يا هريدي، معلش بقى انا اشرف من الشرف. صح يا اختي. وبعدين بقول لك ايه يا هريدي يا اخويا، شيل فتحي بيه من دماغك، ده راجل ما بيتعاملش معايا غير بالصح وبيعاملني زي اخوه مش شغال عنده. مظبوط يا ابني. لا يا هريدي بلاش مخك يروح لبعيد يا ابني، احنا ناس طول عمرنا كويسين معاهم وهم كويسين معانا ولحم كتفنا من خيرهم. اقول لك يا هريدي خلي مخك يروح لبعيد بس من ناحيه تانية خالص. قصدك ايه يا سالم؟ قصدي يعني يابا عدم اللو مؤاخذه فتحي بيه ممكن يكون رايد اختي حبيبتي في الحلال. انت تهبش يا كلام اللي بتقوله ده. احنا فين يا ابني وهم فين؟ لا احنا ناس على قد حالنا وبنخدمهم. مش فاهم ازاي يخطر على بالك حاجه زي دي. انت ما شفتش الحاج عمل ايه ببنته اللي اتجوزت واحد ظابط بس على قده؟ مش حال احنا بقى. ايوه يابا بس هي اتجوزته ومشت كل اللي في دماغها. بس يا بنتي عايشه من غير رضا ابوها. اسمعوا يا اولاد. نعم يابا. يا اولاد احنا ناس ما نمتلكش من الدنيا غير شرفنا وكرامتنا، يعني لازم تبقى راسنا مرفوعه على طول وما نعملش اي حاجه غلط تخلي الناس تتكلم علينا. وعشان كده يا وردة أنا مش عاوزك تدخلي المكتب إلا في وجود الحاج، وإذا كان ولا بد في وجود فتح بيه يبقى لازم تخلي الباب مفتوح دايما. آه يا بنتي على رأي المثل الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. فاهمة يا بنتي؟ فاهمة يا سلام. سلام. شربات ايه بقى؟ دي قهوة سادة. ما اشوف في ايه. يا حاج المعلم مطوع نازل مدخن قدامي زي ما يكون حد كبسه. لا حول ولا قوة الا بالله. تخيل الراجل هز سطوله وجاي لغاية هنا عشان ايه؟ خير يا حاج؟ لا مش خير ابدا. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي دغيلي قال ايه؟ جاي فتحني في موضوع انه عايز ياخد مروه بنتي عشان الواد ابنه البايظ ده. الواد سمير ابنه؟ تخيل عشان الواد سمير ده ابن الفرطوس. وازاي يتجرأ ويجي يطلب منك حاجه زي كده؟ وانت قلت له يا حاج؟ هقول له ايه بس؟ الحقيقه انا اتكسفت. الراجل ده طول عمره جدع معانا وطول عمره بيخدمنا. يعني قلت له طلبك مرفوض؟ ما اقدرش اقولها له بالفم المليان كده. لا انا قلت له البت متكلمين عليها. وده حقيقي يا حاج؟ حقيقي. بس انت سمعت ده قبل كده؟ لا في الحقيقه يعني حميده ما جابتليش سيره موضوع زي ده خالص. خلاص كانه هو ما قالش وكانك انت ما سمعتش. ايه يا علاء خلاص نويت يا ابني تروح لهم النهارده؟ نويت ان شاء الله يا بابا. حتى كده كنت بفكر ان البس الزي الرسمي كده عشان يعمل لي قيمه. ربنا يوفقك يا ابني. ربنا يوفقك. ادعي لي يا ماما كده ان ربنا يسهل كده وانفع ان شاء الله. يا حبيبي تنفع. هم هيلاقوا زيك فين؟ بصي من جهتي لو زيي هم هيلاقوا. بص يا ابني انا عايزك دايما تخلي عندك ثقه بالله وثقه بنفسك. اوعى تفتكر لحظه انك اقل من اي حد، ودايما تخلي كرامتك فوق كل شيء.
عايزك بقى يا بطل لما تقعد مع ابوها اوعى تفكر لحظه ان هو راجل غني واحنا ناس على قدنا. لا، انت كمان غني يا ابني، غني بمستقبلك. انت ظابط صحيح، انت لسه في اول مشوارك، لكن في يوم من الايام ان شاء الله هتبقى لواء، يعني مدير امن، ومش بعيد تبقى محافظ ولا حتى وزير. والحقيقه ان البنت بتحبك ورايداك، واكيد ابوها وامها عارفين كده كويس. هي من ناحيه بتحبه يا ماما، هي بتحبه قوي، ده انا حتى لما سالتها قالت لي ايوه ان هي بتحب ابي علاء. ربنا يجعل في وشك القبول يا علاء يا ابني. بلدي ملكه، انت رايح فين؟ انا نازل شويه يا حاج. نازل ايه يا ابني؟ ده وقته مش في عريس جاي لاختك دلوقتي؟ ما انت الخير والبركه. لا يا حبيبي، انت كمان الخير والبركه، لازم تقعد وتشوف العريس ده هينفع ولا لا. ايوه يا حاج، بس اللي انا عارفه يعني ان مروه موافقه، يعني انا رايي ولا هيقدم ولا هياخر. ازاي بقى؟ افرض ان هي اخطات في اختيارها. ايه؟ مروه خالص، دي دماغ. وبعدين بتفكر كويس قوي يا ابني. ايا كان الامر لازم نقعد نفرز العريس ده، نعرف ايه اصله ايه فصله. ما تتبط يا واد يا فتحي وتترزع خلاص. حابب تنزل دلوقتي؟ وايه يا اختي ده يا واد؟ العريس يقول ايه لما يجي يلاقي ابوك قاعد لوحده؟ مش لازم يلاقيك قاعد جنبه؟ ولا انت في البيت خيال بقاتا؟ طب ايه ان هو اللي جاي حاج؟ خش انت دلوقتي يا ميدا. حاضر يا اخويا. الحاج موجود؟ موجود يا سعاده الضابط. دي واحده، دي واحده حاج. في واحد ظابط عايز حضرتك. ظابط؟ لا طيب خليك انت يا حاج، انا هروح اشوف فيه. لا لا لا، انا هشوفه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا حاج. اتفضل. انا علي الخولي. يا مرحبا. اهلا وسهلا. اتفضل سيدك. سيادتك برضو اللي سبق زرتنا قبل كده مع العقيد سعد؟ تمام يا حاج. يا مرحبا، اهلا اهلا. اتفضل. ايه علاء وصل؟ لسه يا ست المتسربعه. امال مين اللي ضرب الجرس؟ واحد ظابط يا بت جاي بيسال على ابوكي، مش عارفه عايزه ليه. انا بقى عارفه هو عاوز بابا في ايه. عايزه في ايه يا مروه؟ قولي. عشان يخطبني. ايه؟ هو يا بت الظابط اللي جاي ده هو العريس اللي جاي يتقدم لك؟ ايوه يا ماما. وفيها ايه؟ فيها ايه بقى؟ ما قلتليش ليه من الاول؟ حبيت اعملها لكم مفاجاه. يا مفاجأتك يا اختي يا بتاعت القانون. مالك يا حبيبتي؟ اتخضيتي كده ليه؟ استرها يا رب. تحت امرك يا حضرت الظابط. خير ان شاء الله. هي مروة ما قالتش حضرتك على الموضوع اللي انا جاي علشانه؟ مروة؟ هو حضرتك جاي بخصوص موضوع يخص مروة؟ هو حضرتك جاي عشان موضوع مروه اختي؟ ايوه. بس اصل هي الحقيقه يا يظهر نسيت تقول لي حضرتك بتشتغل ايه. لكن على كل حال اهلا وسهلا، شرفت. اهلا بحضرتك يا عم. اهلا بيك. يعني حضرتك جاي دلوقتي مخصوص عشان موضوع جوازك من مروه بنتي. ده إذا ما كانش عند حضرتك مانع. سيبك من مانع ولا مش مانع، إنما ما تاخذنيش يعني. هو حضرتك تعرف مروة منين؟ ما هو واضح أوي إن حضرتك مش زميلها في الكلية. هو في الحقيقة أنا شفتها عند واحدة قريبتي وزميلتها في الكلية أكتر من مرة، واتكلمت معاها فعجبتني شخصيتها جدا وأخلاقها، وخصوصا لما عرفت إنها من عند ناس طيبين وأهلها بيعرفوا ربنا كويس. نحمد ربنا الحمد لله. طب لا مؤاخذة في السؤال، يعني لما زميلتها قريبة حضرتك
ليه حضرتك ما فكرتش تتقدم لزميلتها وتتجوزها؟ لا يا عم حضرتك دي مخطوبه بقالها سنتين. ويا ترى عدم المؤاخذه يعني هي ليه ما تممتش جوازها؟ هي عامله زي مروه كده، اهتمامها كله بالدراسه. وبعدين يا عم قريبتي دي لو مش مخطوبه ما كنتش برضه هفكر اتجوزها. ما كنتش هتفكر تتجوزها ليه؟ يعني مش الانسانه اللي في دماغي. وان شاء الله بقى بنتي انا مروه هي طلعت الانسانه اللي دخلت دماغك. مظبوط يا عم. ويا ترى دخلت دماغك من ناحيه ايه بقى؟ زي ما قلت لحضرتك شخصيتها واخلاقها كويس. يا ترى هما دول بس الاسباب؟ مش فاهم حضرتك. يعني مفيش حاجه بخصوص انها من عيله كبيره وان ابوها غني او ان عندها عربيه، ما تاخذنيش حاجات من دي يعني. في الحقيقه انا ما عرفتش موضوع الغنى ده الا من وقت قريب بس، وده اللي خلاني خفت. خفت من ايه بقى؟ يعني لا تكونوا فاكرين ان انا داخل على طمع. هو حضرتك متخرج بقالك قد ايه يا اخ علاء؟ سنتين ونص. وماسك فين؟ مكافحه المخدرات. انما قول لي يا ابني، هو الاخوه في مكافحه المخدرات دول بيدوك ما هي كام بالظبط؟ هما اتاخروا قوي كده ليه؟ كويس يا حبيبتي، انت عارفه معنى التاخير ده ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان ابوك راضي عنه، لو ما كانش راضي عنه كان قال له يلا مع السلامه على امك. بس المفروض يعني بابا يناديني عشان اقعد معاهم واعرف بيقولوا ايه. تقعدي معاهم ده ايه يا بنتي؟ اتجننتي؟ دي قعده رجاله، ابوكي قاعد معاه بيجيب قراره، ده جواز يا مروه مش لعبه. وانت عارفه يا حبيبتي غلاوتك عند ابوكي عامله ازاي؟ يقوموا يتاخروا قوي كده؟ يا بنت ابوكي قاعد بيفليه، عايز يعرف اصله وانفصله. انا عارفه كل حاجه عن علاء، ابوه بيشتغل ايه، عايشين فين، وانا دخلت بيتهم. يا نهار ابوك يا سويت، انت رحت عندهم البيت يا بنت؟ انت عامله تعمليها يا مروه؟ اخس عليكي اخس. ودي فيها ايه؟ ده واحد عايش مع والده ووالدته واخته. طب بس تخلصي خالص واخفي على الخبر ده مجور، لحسن لو ابوكي خد خبر هيقطع رقبتك وهيفشكلك الجوازه حتى لو وطيتش على رجليه ووسطيها. لا يفشكلك الجوازه، هقفل بوقي خالص. حاجه يبقى لنا ظابط وجايه. استاذن انا. طيب يا ابني بسلامه. ما لسه بدري يا اخ علاء. الف سلامه. اتفضل. شرفت شرفت. بس انت ما اديتلوش كلمه يا حاج. لا ما انا قايل من الاول ومن قبل ما اشوف هيئته مثلي الاول، وبعدين لي عذر ربنا يكون. خلاص يا ست بحجه خلع. ماشي. طب امشي انت كمان. امشي. يبقى اكيد بابا ما وافقش. يا بنتي انت على طول مصربعه كده. اصبري عليا هروح اشوف ابوكي عمل ايه واحكي لك كل حاجه بالتفصيل. هاي الحاج خلاص يا اخويا خلصتوا؟ ايوه زي ما انت شايفه ونزل خلاص. عملت ايه معاه يا بابا؟ يعني يا بنتي قعدت معاه انا واخوكي. طب طمني يا اخويا وصلتوا لايه؟ ربنا ان شاء الله يقدم اللي فيه الخير. ايوه يا بابا، يعني حضرتك وافقت؟ مستعجلة على ايه بس يا بنتي؟ ده جواز مش سلق بيض. يعني في الاول لازم اعرف عنه كل حاجة، ولا انت عايزاني ارميكي كده؟ اللي انتوا عاوزين تعرفوه انا مستعدة اقوله لكم. يا بنتي ما تقلقيش بالك، انا عندي مليون طريقة اعرف بيها اصله من فصله. بس يا بابا علاء هو الانسان اللي انا اخترته، وهو ده اللي انا هتجوزه، مش عشان يعني فقير يقوم ما يعجبكوش. سبحان الله، حد اتكلم عن الغنى او الفقر دلوقتي؟ انا بس بقول لكم انا بصراحه بحبه ومش هتجوز حد غيره. الله، البت دي عبيطه ولا ايه؟ وحد جاب سبت الفقر بصراحه يا حاج.
انا شايف انه عريس لقطه، وبعدين كان معانا صريح. شكله مش عاجبك يا حاج، صح يا اخويا؟ بصراحه ربنا انا اللي ما عجبنيش في كلامه انه قال انه عرفها عن طريق واحده قريبته اتعرف بمروه هناك، ومع كده ما فكرش يتجوز قريبته، انما فكر يتجوز الغنيه. مش دي حاجه تقلق برضو؟ ما هو قال لك يا حاج، قال لك ان قريبته مخطوبه، ورجع وقال حتى لو ما كانتش مخطوبه برضو ما كانش هيفكر غير في مروه. على العموم انتوا احرار، وبعدين مروه مش صغيره، شوفوا بقى هتعملوا معاها ايه. جلاله انت هتهددنا ولا ايه؟ انا ما بهددش، انا خارج. راح فين يا واد؟ نازل خلاص، مهمتي انتهت. سلام عليكم. وبعدين يا حاج، وبعدين يا اخويا في الورطه اللي احنا واقعين فيها دي؟ ورطه ايه وبتاع ايه؟ مفيش ورطه ولا حاجه، انا لسه ما قلتش رايي. رايح اجيب لي ضابط بوليس ويشتغل في مكتب المكافحه، كان انا ناقص. ما تفتكروش اني هقعد اعيط واندب حظي عشان بابا ما وافقش على علاء. لا، انا خلاص اخترت علاء يكون شريك حياتي، ومفيش قوه في الدنيا هتفرقنا عن بعض. ايه يا بنتي الكلام اللي انت عماله تدلقيه من بقك ده؟ اللي يسمعك بتقولي كده يفتكر ان ابوكي ضدك ومش عايز مصلحتك. لا بقولك ايه، انت عارفه كويس قوي ابوكي يتمنى لك الرضا ترضي، ونفسي يشوفك احسن واحده في الدنيا. لو حضرتك زي ما بتقولي كده يبقى يوافق على جوازي من علاء. نبي ترحمني برحمتك يا رب. اقول طار يقولوا احلبوه. يا بنتي هو كان ابوكي رفض من اصله؟ الجواز له اصول، ومحدش يقدر يغلط ابوكي في اللي هو بيعمله ده. مش عارفه ليه قلبي مش مسريح للي بيحصل ده. يا دي قلبك ده اللي جايب لنا الكافيه وتعبنا معاه. تصدقي يا بت ان انا كان نفسي اشوف الواد اللي انت بتتكلمي عليه ده اللي معلق هنا ومنخشش هنا. تعالي يا حبيبتي تعالي. انت بتعيطي يا بت؟ ما تخافيش يا بت، هاتي بوله. معقول يا حاج مروه بنتك هتدخل ضابط بوليس في وسطينا كده؟ بتقرب حبل المشنقه حوالين رقبتنا. مشنقه؟ الله يخرب بيتك، ولا انا مش صغير ولا قليل الحيله. ايوه يا حاج، بس انت برضه بتحب مروه قوي ومش هترفض لها طلب. يا بني ادم افهم، شغلانتنا دي علمتني اللي يشتغل فيها لازم يكون قلبه ميت، وبعدين اللي يعوز الشغل فوق اي اعتبار تاني. قدها وقدود يا حاج، امال انت الكبير بتاعنا ليه؟ يخلص بقى. كوبايتين شاي هتشربوا وتدعوا لي. استنيك يا دوسه. ليه يا بنتي كوبايه ابله مروه؟ هي الوساطه خلاص، ابله مروه بقى لها كوبايه مخصوص. ماما اختارت لها احسن واغلى كوبايه عندنا. طب ايه رايك بقى ما تزق عجلك كده، خلينا نتكلم كلمتين سوا. ليه يا ابي؟ ده انا كنت عايزه اقعد مع ابله مروه شويه. طب يا حبيبتي خلص وعندها. ماشي يا ابي. ايه ده يا علاء، ليه كده كسفتها؟ يعني انت عاجبك رغيها؟ المهم خلينا في موضوعنا دلوقتي، ايه الاخبار؟ ما انا قلت لك المره اللي فاتت بابا بيسال عنك. انا مش فاهم التحريات اللي بيعملها باباك دي كلها ايه. يا بنت ما انا كنت قاعد معاه وحكيت له كل حاجه، ده كان ناقص يسالني بتاكل ايه وبتشرب ايه. يعني انت لما بتسال متهم عندك بتصدق اللي بيقوله من غير ما تتحرى عنه؟ اه، يعني انا متهم؟ طبعا متهم. وتهمتي ايه بقى ان شاء الله؟ انك بتحبني. دي احلى تهمه اتوجهت لي في حياتي، ويا رب باباك يثبتها عليا. فاتك كتير ما بقاش الا القليل، وعلى العموم انا وجهت لهم انذار. قلت في ايه؟ طلبت منهم ينتهوا من اجراءاتهم بسرعه عشان نبدا في التنفيذ. وقلت لهم كمان ان انا مش عايز فرح كبير زي اللي بيعملوه الناس الاغنياء. لسه ما جاش وقت الكلام ده يا علاء. ويكون في علمك السكن انا اللي هتولاه، يعني انا هختار الشقه اللي تناسبنا. يعني ايه؟ انا ماليش راي. لا يا حبيبتي طبعا ليكي راي، بس في حدود امكانياتي. ما تنساش ان انا خلاص اتعينت معيده وهيكون ليا مرتب. في النهايه انت ملزومه مني، يعني مرتبك ده انت حر تتصرف فيه. باباك يجيب لك فيلا على النيل ولا شقه في الحته الفلانيه، انا رافض الموضوع ده تماما. انا
مروه، انا مش عايز الناس تقول ان انا اتجوزتك عشان خاطر فلوس ابوكي، بالعكس انا عايز كل الناس تعرف ان انا اتجوزتك عشان شخصك انت، عشان بحبك انت مش عشان فلوسه. الحاجات دي هنبقى نتناقش فيها بعدين، ولو ان ده هيبقى بالنسبه لبابا صعب قوي، اصلك انت ما تتصورش هو بيحبني قد ايه وعاوز يعمل لي ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، عمري ما كنت اتصور ان حاجه زي دي تحصل بقى. يعني انا عشان اوافق على اللي هيسعد بنتي يبقى كاني بوافق على اللي هيتسبب في هلاكي؟ هلاكي ده ايه؟ ده هلاكنا كلنا بهيجه. لا يا اخويا لا، ومين يوافق على الكلام الفارغ ده؟ هي البت دي عشان تتجوز تقوم تودينا في 60 داهيه كلنا؟ هو جرى ايه؟ هو يعني اللي خلق وما خلقش غيره؟ على كل حال ما تلاقيش، انا عارف هتصرف ازاي مع البت دي. اصل انت ما تصوريش انا بحب البت دي قد ايه يا بيجا. عارفه يا اخويا عارفه، انت هتقولي بس اللي انا مستغرباله ومش عايز يخش في دماغي دون انا على رجاله الدنيا دي كلها، البت ما تختارش الا ظابط؟ ده ايه الحظ المنيل ده يا ربي؟ الله، بس اقول ايه؟ ما هو نق نسوانك عليا، استغفر الله العظيم يا رب. وانت ناوي تعمل ايه يا ابراهيم؟ ما تلاقيش يا بيجة، انا عارف كويس انا هعمل ايه. هي دي اول مشكله تقابلني يعني؟ المهم انت اذا البت سالتك على الجواز ولا حاجه قولي لها انا مالي، ابوكي هو اللي يعرف، ابوكي ده اكتر واحد في الدنيا بيحبك. كلامك في محله، وانا هعرف اقول لها حاجه تانيه الا كده؟ الجات الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح. خدي بسم الهاري. سمع يا ست الفوزية؟ سمع البيت دي والسرع الطويل؟ ايه بنت اللي الادب دي يا بيه؟ ده بدل ما تقولها بالهنا والشفا ايه اللي هتشكي في قلبك؟ امشي برا المطبخ. حاضر. يسلم فمك يا ست الكل. قولي لي يا بنت يا ورده، ما تعرفيش الحاج لما بيسافر بيروح فين؟ قاعده معناه لو كنت تعرف يا اختي. يا بنت عليا انا يا بنت الكلام ده؟ طب والنعمه دي؟ والنعمه دي على عينيا؟ انا ما اعرف، لكن لو عايزاني اسالك اسالك. اوعي يا بنت، اوعي تعملي حاجه زي دي، انا يا اختي مش ناقصه نصيب لو عرف. بقول لك ايه، المحروس ابنه ما تعرفيش بيفكر يشتغل ايه؟ هو انت يا ست فوزيه بتكرهي سي فتحي؟ طب لعلمك هو بيحبك جدا، وكل ما بتيجي سيرتك بيشكر فيك. انا يا بنت ده انا بحبه زي ابني، بس هي الولي امه المسوكه دي اللي عملته فيا دي ما بطقهاش، اقبل العمى ولا اقبلهاش. وهي رحلة يعني القلوب عند بعضها، هي برضو بتقبل العمى ولا تقبل كيش؟ وانت قلت عملت لها ايه؟ انا عملت لها حاجة يا اختي؟ ولا جيت ناحيتها؟ دي هي اللي قست قلب الحاج عليا. هي عملت ايه؟ عملت ايه ها؟ مش كفاية خطفت الراجل مني؟ ده الراجل ده ما كانش على لسانه غير فوزية لوزة، فوزية لوزة. بقى هي لو كانت متجوزاه قبلي كنت انا استجرى اخده منها. بس الحاج بيحبك قوي، بيقول ان انت احلى واحده اتجوزها. صحيح يا بنت، هو اللي قالك كده؟ واكتر من كده كمان يا ست الكل. الله، امال بيبعد عني ليه؟ هي حاطه في كل حته في الشقه احجام، وكمان بترش له ميه. يا بنت ما انت قلت لي الكلام ده قبل كده. اها، لا قلت لك على الميه بس، اول مره اقول لك على حجيبه. طب بقول لك ايه؟ هديكي حاجه ترشيها على عتبه بهيجه. ها؟ انت يا بنت اللي تنشكي اللي جوه. نعم يا ست الكل. نشوف اتصلت علينا يا بنت. وانا هصلت ليه؟ وهستفاد ايه من الكلام انتوا بتقولوه؟ اكيد انت جاسوسه وبعتها لي بهيجه. بص عليك يا ست فوزيه، ده انت حتى غاليه عندي قوي، ده كفايه طيبه قلبك وخفه دمك. ياه، ده انت حاجه كبيره عندنا قوي، ربنا يخليكي لينا يا رب. بس يا بنت انت هتشحتي بيا ولا ايه؟ امشي نجري، هتلاقي في ازازه في درج كومودينو، امشي هاتيها من اوضه النوم اللي فيها العمل. يخرب بيتك. اوعي تجيبي سيره لحد يا بيت، انت فاهمه؟ يلا نجري. حاضر. يخرب بيتك هتوديني في داهيه. عرفتي بقى يا ورده هترشيه فين؟ السلام عليكم يا ست الكل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ مش شايف الحاج يعني؟ مش راح يقابل أبو مروة من نفسه كده؟ ليه؟ لا طبعا مش من نفسه، ده هو بعت له واحد وقال له الحاج عايزك ضروري. غريبة دي، ما يمكن عايز يتكلم معاه في مسألة الشبكة والمهر. طب ما تكلمش معايا ليه؟ ما انا كنت عنده يا ماما، ما جابليش سيرة ليه؟ معلش يا حبيبي، ما انت عارف الحاجات دي بقى بتبقى بين ابو العروسة وابو العريس. بس غريبة ان مروة ما جابلت السيرة. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك، اهلا بيك. وانا بقول ايه النور اللي فج كده فجأة في المغلق كده؟ ربنا يخليك. اهلا، اتفضل ابو الباشا، اتفضل. يا اهلا وسهلا، اهلا اهلا اهلا، اتفضل اتفضل، المغلق نور. ربنا يخليك. يا اهلا وسهلا، والد حضرة الضابط يا حاج. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل اقعد. تشرب ايه يا عم الحاج؟ متشكرين، مفيش داعي. مفيش داعي ازاي بقى؟ ده انت ضيف يا راجل، هات له قهوة، متهيألي سكر زيادة شكلك كده. خلي البيت وردة تجيبها وما تخليش حد يخش علينا. تحت امرك يا حاج. اظن يا حاج كان سهل العنوان وانت جاي. اللي يسال ما يتوهش يا حاج. عفارم عليك، اللي يسال ما يتوهش. بس يا اخي سبحان الله، في ناس تسال وتعرف ومع كده برضو بتوه. ربنا ربنا يكفينا شر التوه يا حاج. اللهم امين. انما عدم المؤاخذه في السؤال يا حاج، انت ما لاحظتش وانت داخل كده المغلق ده الله اكبر الله اكبر يعني قد ايه؟ ربنا يزيد ويبارك يا حاج. اللهم امين. على فكره ده غير المصنع اللي فيه المكن، مكن خشب، مكن ياما، ده غير السبع عمرات، سبع عمرات، وده بقى غير الاطيان والعزب. واما بنعمه ربك فحدث. ونعمه بالله يا حاج، ربنا يزيدك ويبارك لك. انما اقول يا حاج، انت حضرتك بتشتغل فين بالظبط؟ انا موظف في وزاره الاوقاف يا حاج. بسم الله ما شاء الله، وزاره الاوقاف. ويا ترى ماسك اني حته في الوزاره دي؟ انا رئيس قسم، صحيح على قد الحال لكن الحمد لله مستوره. الف حمد وشكر. طب بالمناسبه، يا ترى انت بلغك ان ابنك جه يطلب ايد بنتي في البيت؟ ايوه يا حاج، ما هو ابني قايل لي على كل حاجه. ويا ترى ايه راي حضرتك؟ والله يا حاج، اللي انا اعرفه ان ابني ومروه بنت حضرتك يعني بيحبوا بعض ورايدين بعض. طيب يا حاج، وانت راجل خبره يعني، تفتكر ان الحب وحده يكفي علشان يفتح بيت؟ مش فاهم قصدك ايه يا حاج. انا فاهمك يا عم الحاج، يعني لو رجعنا لزمان ايام انت ما رحت تطلب ست ام علاء من ابوها، يا ترى انت قلت للراجل ان انتوا بتحبوا بعض وانك انت عايز تتجوزها فوافق على طول، ولا الراجل طلب مهله يفكر وبعدين يتاكد منك تشتغل ايه واذا كنت تقدر تفتح بيت ولا لا؟ طبعا يا حاج، الجواز مسؤوليه. اسم الله عليك، والانسان لازم يبقى قد المسؤوليه. طبعا. طب يا ترى تفتكر ان ابنك قد المسؤوليه دي؟ ابني ظابط يا حاج، عنده مرتب يقدر يفتح بيه بيت. انا لما اتجوزت كان مرتبي اقل من مرتب على ابني، ومع ذلك قدرت افتح بيت. قدرت تفتح بيت، بس انهي بيت يا حاج؟ قصدك ايه يا حاج؟ قصدي ان في فرق بين بيت وبيت. واظن انت لما شرفتنا النهارده ودخلت على المغلق شفت الخير اللي ربنا معيشنا فيه، الحمد لله. وبعدين انا طبعي غير بقيه الناس خالص، انا عندي طبع وحش قوي. اما اتجوز بنت من بناتي لا يمكن اصرف عليها بعديها مليون احمر واحد، جوزها لازم يتكفل بكل مصاريفها. وهو يعني يا حاج على ابني لما جه يطلب ايد بنتك ما كانش عارف انه هيقدر يصرف على مراته؟
اعرفه ان هو قايل لك على كل حاجه ومعرفك كل حاجه بصراحه، لدرجه انه قايل لك مرتبه كام. ايه المساله دي؟ مرتبه كام؟ طب اقول لك حاجه بقى بيني وبينك، مرتبه ده مصروف ابني، مصروف ايده بس قد مرتب ابنك ده 10 مرات، والبنت اللي بتعوزه بتاخده. شوف يا حاج، احنا صحيح ناس على قدنا، لكن لازم تعرف كويس ان كرامتنا فوق كل شيء. عمال تلف وتدور وتقطمنا بالكلام، قول انك مش موافق وخلاص. ابني مش هيتجوز بنتك بالغصب يا حاج، ويا ريت كل واحد يروح لحاله، لان احنا مش قدكم. الله 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 الله، يا عيني عليك يا عم عبد الرحيم، اهو كلامك ده كلام مكر بجد، يخش الدماغ ويريح بصحيح. بس عايز اسالك سؤال برضو عشان ابقى خلصت كلامي. افرض الواد والبنت برضو، خصوصا البنت، وانت لسه قايل وانا اتاكدت انها بتموت فيه، وبعدين متعلقه بحباله. اقعد اقعد اقعد، خد نفسك وقولي، قول لي ايه رايك، هنعمل ايه ساعتها؟ ايه المطلوب مني يا حاج اعمله؟ انا كل اللي هعمله ان هقول لابني ابوها مش موافق عليك، فاصرف نظر يا ابني عن الموضوع ده. ولما هقول لابني عن الاسباب، اكيد ابني هيأيدني في رايي، لان ابني زي عارف ومتاكد منه ان كرامته من كرامه ابوه. ونعم الكرامه، بس افرض برضه البنت ركبت دماغها وراحت لابنك وقالت له تعالى نتجوز. انا بقى مسؤوليتي ابني، انما بنتك بقى مسؤوليتك انت يا حاج. ونعم الناس، عندك حق. انا بقول بس لو البنت فعلا ركبت دماغها وراحت له وهو خدها على هواها، ساعتها محدش يسألني على اللي هيجراله. مفيش داعي للتهديد يا حاج، احنا ناس نعرف الاصول وما بنخافش غير من ربنا. سلام عليكم. انا رايي يا ابني تبعد عن الناس دي، الناس دي شكلهم كده ما ورهمش غير المشاكل. انا المهم عندي راي مروه، وانا وهي متفقين ان احنا مش هنحتاج لابوها في اي حاجه. ونعادي ليه بس ابوها؟ ده راجل شكله مش مريح. امال بيقولوا عليه حاج ازاي وبيعرف ربنا؟ هو لو يعرف ربنا كان قال لي الكلام اللي قاله لي ده. خلاص بقى يا ابني، ما دام الراجل ده باين عليه شراني كده، خلينا بعيد عنه ومالكش دعوه ببنته. ازاي بس يا ماما؟ انا بحب مروه وهي بتحبني، ده قالت لي ان مفيش حاجه في الدنيا هتفرق ما بيننا. هو وعدني انه هيخصب على بنته عشان تصرف نظر عن الجوازه دي، وانا كمان وعدته انك هتصرف نظر عنه. وانت ازاي بس يا بابا توقف على كده؟ واحد يا ابني قاعد بيعيرنا بفقرنا، عايز نعمل له ايه؟ اوطى على ايده ابوسها علشان يرضى يجوزك بنته؟ انت يا ابني ترضى لنا الكلام ده؟ ما زلت يا بنت يا حميده، قولنا ايه الاخبار؟ المره دي بقى جايبه لكم اخبار لا يمكن هتخطر على بال. بالذمه يا بنت، ما تقولي يا بنت وتخلصينا. طبعا انتوا عارفين وراثيين عن موضوع الواد فتحي اخويا وبنت بشان دي بنت غفير المغلى. ها قديمه، اه والله قديمه، وباين لها هتتفشكل. وش عرفك بس يا نازك انها هتتفشكل؟ اه مش انت برضو يا حبيبتي اللي مطلعه الاشاعه دي؟ انا يا اختي ما بطلعش اشاعات، البت حميده هي اللي قايلها لي كده ولا لا يا بنت؟ انا ما بقولش كلمه غير لما اكون ماليه ايدي منها، وبرأي جوزي هو اللي قايل لي ان البنت بشاندي وفتح اخويا الحب شغال بينهم على اخره، والبت ضامنه وحاطه في بطنها بطيخه صيفي انها تتجوز الواد فتح اخويا. حق يا بنت، لو ده حصل 4 دسات شمع للسيده نفيسه وزيهم للسيده زينب. 4 دسات دقايق يا قبلتي، ده انا هذبح عجل وافرقه. وانا يا اختي اذبح عجليه. وانت يا قبلتي نازك هتذبحي ايه؟ انا هذبحك انت. لو طلع كلامك كده. اه كده قولي لي بقى، ما عندكيش اخبار طازه كده وجديده؟ انا عندي خبر هتدفعولي عليه انتوا الاتنين فلوس. ما تنطقي اللي تنشكي. مروه اختي. اشمعنى؟ ناوية تدخل العيلة كلها السجن. يا ساتر، تدخل العيلة السجن؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ ها؟ ايه اللي حصل؟ انت يا اللي تنقرصي. قال ايه؟ جايبة ظابط وعايزة تتجوزه. طب وفيها ايه يا حبيبتي؟ واحنا ايه اللي هيخوفنا من الظابط؟ احنا لا حرامية ولا قتالين قتلة.
صراحة ربنا أخبارك النهاردة ما تسواش بصلة أو ألا بصلة. معلش، ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. انت يا بنت عارفة حاجة ومخبية؟ المهم إبراهيم رأيه إيه؟ ما وافقش طبعا. ليه؟ عايز يجوزها لمين يا أختي؟ يكونش عايز يجوزها الوزير؟ ده أبويا صعبان عليا قوي، هيتجنن، مش عارف يعمل إيه. يعمل إيه في إيه يا حبيبتي يجوزه لها؟ حد يلاقي جوازة زي كده؟ ضابط بوليس قد الدنيا، على الأقل يبقى لنا كلنا عزوة. عزوة. مش بقول لكم اللي ما يعرفش يقول عكس. على فكرة يا نازك، البيت دي عارفة حاجة ومخبيها علينا. ما تتكلمي يا بيت وافتشي المستخبي. بقى قبلتي بهيجة تبقى عارفة السر وانتو ما تعرفوش. بهيجة تعرف ايه؟ ها؟ السر اللي ابويا مش عايز يجوز بيته للظابط عشان. طب يا بيت ما تقولي عليه يا بيت. انا؟ وغلاوتكم انتوا الاتنين، لو كنت تعرف حاجة لكنت قلتلكم. وبالاذن بقى لحسن اتأخرت قوي وما لحقتش اعمل الحمام لبرعي. حمام ايه يا بيت؟ وانتوا كلهم بتاكلوا حمام يا بيت؟ كل يوم يا بيت؟ وغلاوتك يا قبلتي، لو ما تعشاش كل يوم تلات تجواز حمام يقول ما تعشتش. ينيلكوا كل يوم يا بيت؟ كل يوم تلات تجواز. انتي كدبة ومعارة. شفتي الوكسة والخيبة اللي احنا فيها يا نازك؟ ده الحاج اول ما بيشم ريحه الحمام بيقول شيلي من قدامي، انا خلاص ما بقتش اتحمله. ايوه يا اختي ما بقاش يتحمله، انا بعمل له بط. يا اختي لا، البط بطه كبيره. الله، اقعدوا بالعافيه احسن، انا اتاخرت لازم اقوم. بالسلامه يا حبيبتي، انستي ونورتي. ابقي تعالي شقي علينا باخبارك اللي زي الزفت. وانا يا قبلتي زي الزفت. وانتي مالك يا اختي سرحانه في ايه؟ في الكلام الفاضي اللي بتحكيه البيت؟ عارفه يا نازك، البيت دي تعرف حاجه كبيره قوي بس مخبيها عننا. انا رجعت لنا بالسلامه يا حاج. والله يا حاج المغلى كان مضلم من غيرك. والله وحشتنا قوي يا حاج. ربنا يبارك فيكم، عقبال ما نبارك لكم وانتوا راجعين من الاجازه جميعا ان شاء الله. بس ايه ده؟ البيت ورده فين؟ ما جاتش تقول لي حمد لله على السلامه ليه؟ ألف حمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك ويخليك. إيه وصلت إمتى؟ جيت من شوية يا دوب، رحت البيت غيرت وجيت لك. ده حتى أختك مروة حاولت تكلمك في التليفون بس أنت ما ردتش. إيه؟ التليفون ما رنش. هو التليفون رن يا بنت وردة؟ هلا يا سي فتحي، أنا لسه داخلة حالا دلوقتي، ما سمعش حاجة بترن. سبحان الله، هتسمع بيرن منين؟ دي لسه داخلة دلوقتي. وحشتني قهوتك يا وردة. قهوتي بس يا حاج؟ يعني الشاي لأ؟ شاي؟ يا بنت ابو شاي. جبتيني معاك ايه يا حاج؟ ما تستعجليش على رزقك كده، ما تخافيش ما نسيتكيش. انا جبتلك حته قنبله تنفجر فيكي وفي اهلك ويخلصني منكم. بس عليك يا حاج، انا هشتكي لست بهيجه، هي دايما اللي بتنصفني. انصفك يلا بنت، اعملي ايه ويمشي. يمشي. الحمد لله على السلامة يا حاج، نورت الدنيا كلها. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. نورت مكتبك يا حاج. مكتبي؟ ده مكتبك يا ابني. قوم يلا. يلا بطل. اتفضل. اقعد على المكتب كده ووريني العظمة. أنا؟ ده مكتبك يا حاج. يا ولد. يا ولد انا سبت امك واختك مخصوص عشان اجي اشبرق عينيا بمنظرك وانت قاعد على المكتب منوره. يلا يلا. طمني يا معلم، وانا مسافر انت بعت ايه وايه من الاصناف؟ ايه اصناف؟ ايوه اصناف، اصناف الخشب. هيكون اصناف ايه يعني؟ بعت ايه من اصناف الخشب لما انا كنت مسافر؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. اظن ما الحاج جاب لك شيء وشويات يا بهيجه. لا مؤاخذه يا فوزي، كان عندنا يا اختي ورده صغيره ومقفله وفتحت، ما الحاج قدامك اهو ما تساليه.
انا سامع اللي بتقوله واللي لسانها متدري منها دي. يكون في علمك بابا جايب لكل واحد شنطه مكتوب عليها اسم. وطبعا فتحت الشنط وشفتوا فيها ايه؟ اما بلاش الحاجات دي يا اما، ما تزعليش ابويا مني. يا اختي هو لسه هيزعل؟ ما زعل من زمان على راي المثل، ضربوا الاعور على عينه، الخسرانه خسرانه. ولا حبز والله انا مستغرب، انت ازاي طايق الولية حماتك دي؟ ما تقومش عليا بقى حاج، خليني كده ماشي جنب الحيط وكفي خير وشر. وانا جبت لي شنطه يابا ليه يا حميده؟ هو برعي مش بيجيب لك اللي انت عاوزاه؟ برعي يجيب لها اللي هو عايزه، انما ابوها بقى ده حاجه تانية، زيها زي بقيه اخواتها، انا مفيش عندي خيار وفقوس ابدا. والله يا حاج انت بتاع كلامه بس. جرالك ايه يا فوزيه؟ الله، ايه الكلام الفارغ ده؟ الحاج جاي تعبان ومش ناقصك. مش ناقصك يا نازك، سيبيها تهلفط في الكلام، انا خلاص خدت على جنانها. ده جرى ايه؟ هتفضلي تسخني كده؟ لكن مفيش فايده، نقبك طلع على شونه. شايف ابني بالذمه مش انا عايش فيه، مورستان. طب بذمتك يا حاج وانا راضيه ذمتك، انا قلت حاجه تزعلها مني. تزعلها مني. لا مؤاخذه يا حاج، لا مؤاخذه، مالكوا يا نسوان؟ كل الزار اللي انتوا عاملينه ده عشان شويه الشنط اللي الحاج جايبهم؟ ما تزعليش يا زوزو، خدي يا حبيبتي شنطتي، بس لا مؤاخذه الهدوم اللي فيها مش هتطلع مقاسك. يختي يختي يختي، كر 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 كر، جرايه ده العادي، لو انا كنت اتخن منكم ولا اتخن منكم. الرجاله يقوموا معايا، سيبوا النسوان دول ياكلوا ببعضيهم. ما تقوم فتحي، ولا انت مش حاسب نفسك من الرجاله ولا ايه؟ الله الله، ليه الكلام اللي مش موزون ده يا حاج؟ طب انا غلطان بقى اني رحت قعدت مكانك في المغلق؟ لو انت كمان قعدت مكان ابوك في المغلق، ليه عايز تورثه بالحياه ولا ايه؟ جرالك ايه يا فوزيه؟ يورثه ده ايه؟ ها؟ وبعدين ما يقعدش مكانه ليه؟ مش ابنه؟ مش ابنه؟ ايوه يا اختي ابنه، بس هبقى افهمك بعدين. بقول لك ايه يا فوزيه؟ ما تقومي يا حبيبتي كده تلمي غسيلك من على الحبل وتطبقيه، وتسيبك من فتح ابني سيد الرجاله، كله الا فتح ابني. يا حاج يا حاج، كلامك موزون ومظبوط. تعالى تعالى يا حاج، ده في معركه هنا، تعالى. ما قلت لك يا ابني قوم معانا، النسوان دي يودوا المورستان على طول. انا بقى غلطان لو رجعت المره الجايه غير بشنطتي وبس. بقول لك يا حاج، المره الجايه يبقى خدنا معاك، كل واحد يجيب اللي هو عايزه. اسم الله اسم الله، وياخدك معاه ليه يا حبيبي؟ هو في كل مره هياخد واحده من نسوان. من نسوانه. لو انتوا فاكريني بروح اتفسح، يعلم الله انا بسافر عشان الشغل وبس، والواد بروح عارف شغل وبس. الشاي ده ورده؟ نعم. شوفي جبت لك ايه معايا. ايه دي؟ دي ازازة ريحة من بلاد برا. يعني هي دي كانت ناقصاني؟ مش عايزاها، خد. ده ازازة غالية قوي، بحط منها النسوان الهايلايف، عشان تعرفي بس ان انا كنت فاكري. بص يا سيبارعي، انا عارفة كويس قوي انت عايز ايه من ورا الازازة البتاعة دي بتاعتك. عموما انا الحاج يا اخويا جاب لي زيها واحسن منها كمان. والحاج برضو هيجيب لك حاجة غالية زي دي؟ الحاج والست بعيدة عمرهم ما قصروا معايا في حياته حاجة. وفتحي فتوحة ما قصرش معاكي؟ انت مالك يا اخويا امال فتحي؟ متكد منه ليه؟ مهري منه ليه؟ عايز افهمك ان عشان ابليس في الجنة. ابقى بص في المراية وقولي الكلام ده لنفسك عن اذنك. ماشي يا بنت بشندي، انا وانتي والزمن طويل. رئيس برعي خليك في حالك انت دلوقتي، انا كنت بس عايز اطمنك على الشغل كان ماشي مظبوط يا معلم متغير. قول لي يا مرسي. لا يا معلم، الواد فتحي كان بيجي هنا المغلق وانا مش موجود من ساعه ما سافرت يا معلم، الصبح وبعد الظهر، وكنت بفطمه على كل الطلبات اللي كانت بتيجي. ورده مالها؟ ورده يا معلم. بقول لك افهم، بنتي دي كانت بتعمل معايا ايه؟ كانت داخله وخارجه من عنده طول النهار يا معلم، ده يظهر فتحي ده كيف شغل مش قايل. كيف شرب الشاي عشان تعرف انك تربش وعينك مترتبه بقفاك؟ ليه بس يا معلم؟ قلت لك مش مره يا مرسي، طول ما انت مش موجود تبقى مفتح عينك وفي راسك وتقول لي على كل حاجه. ما
ما لا مؤاخذه يا معلم ما اقدرش ادخل عليهم المكتب من غير سبب. البنت دي كانت بتقعد عنده كتير؟ لا ابدا يا معلم، كان كل مره تغيب لها يجي نص ساعه. نص ساعه هو ما بيعمل ايه؟ نص ساعه يا فتحي. اعمل لك الشيشه؟ لا الليله دي راحه، انا ما نمتش بقالي 3 ايام. ابوك يهد حيلي في الشغل. وماله لما يهد حيلك؟ مش احسن ما يهد حيل ناس تانيين؟ قصدك مين؟ اخويا فتحي، سمعت انه كان بينزل يقعد مكان ابويا وانتوا غايبين. اخوك فتحي بيفرفر. ازاي؟ بنت بشندي دبحته. بقى فتحي اخويا اللي مدوخ البنات كلها، توقعوا بنت بشندي المقشفه لعبت عليه وحطته في دماغها ونشنت ونشنها رشا. وماله؟ خليه يرشق، يا ريت كمان يتدب على بوزه ويتجوزها، ساعتها ابويا حيكرهه ويتبرى منه. تفتكري؟ الا افتكر، ده هو ده اللي هيخلينا نتشفى في بهيجه، وساعتها فوزيه هتتحزم وترقص علشان تغيظها. اسمع يا برعي، انت من ناحيتك انا عايزك تكبرها في دماغه وتشعللها، وساعتها هتبقى انت الكل في الكل. ايه مبلم كده ليه؟ بتفكر في ايه؟ في ايه بقى يا ست سيهان؟ عايزاني ضروري ليه؟ مع انك كنتي معايا الصبح في الكليه. انا ما كنتش عايزه اكلمك قدام ليلى. خير؟ ده يظهر موضوع مهم قوي. خير يا ترى؟ شوفي يا مروه، انت عارفه انا دغري، ما بحبش اللف ولا الدوران. في ايه يا سيهان؟ ما تتكلمي على طول. ايه رايك في علي ابن خالتي؟ من ناحيه ايه؟ يعني انا ملاحظه كده انه معجب بيكي، بس مش عاوز يتكلم معاكي علشان لسانك الطويل ده. انا لساني طويل؟ امال اقول ايه على لساني؟ ما هو الغريب ان اللي عاجبه فيكي لسانك الطويل ده. هو جاب لك سيره؟ ما انت عارفاه قليل وكرامته فوق قوي، رغم انه زي ما قلت لك ناس على قدهم. يعني هم عشان ناس على قدهم يبقى لازم ما عندهمش كرامه؟ برضو معرفتش رايك. مروه ازيك؟ اخبارك ايه؟ الصدفه الحلوه دي. ازيك انت يا حضره الظابط؟ الحمد لله. كنت عند خالتي. انت شايف ايه؟ على العموم احنا النهارده قعدنا نقطع في فروتك. وانا تريني قاعد في المكتب عمال اعطس واهر وشاول يا ترى مين جايب سيرتي. قلت عني ايه بقى؟ خلي سيهام تبقى تقول لك. احب اسمعه منك. يبقى في مناسبه تانية. ما خير البر عاجل. معلش عشان اتاخرت. مروة، هو انا لو طلبت ان اشوفك بكره عشان اقعد اتكلم معاك شويه تفهميني غلط؟ اطمن، انا من ساعه ما شفتك ما فهمتكش غلط. الحقيقه انك كنت واضح، الا اذا بقى كان لك شخصيه تانية. بريء والله يا باشا، انا ماليش الا شخصيه واحده هي دي اللي حلتي. خلاص هشوفك بكره. ازيك يا ودن الارنب؟ عامله ايه؟ تسلمي من كل راديه استحميده. هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ لا ازاي، استمر موجوده. اتفضلي. اهلا اهلا يا حميده. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. امال مرات ابويا فين؟ خرجت. تعالي اقعدي. هي تشربي ايه؟ لا يا اختي ملوش لزوم. زنوبه نعمل يا استمر واموريني يا حبيبتي. اعملي لنا كوبايتين شاي ولو في حاجه حلوه هاتي. عينيا الاثنين. قولي النتيجة بتاعتك ظهرت ولا لسه؟ لا لسه ما طلعتش. ناجحة إن شاء الله، وناوية لما تتخرجي تشتغلي ولا تبقي زينا مستنية عدلك؟ والله ده يعني متوقف على التقدير اللي أنا هجيبه. تقدير يعني إيه يا أختي؟ يعني إذا كنت هنجح بتقدير جيد جدا ولا امتياز. وماله؟ المهم ما تعرفيش فتحي أخوك هيعمل إيه؟ ما أنتِ عارفة فتحي، محدش يعرف له حاجة. الله، هو مش شغال مع أبوكي؟ مين قال الكلام ده؟ مش كان قاعد مكانه بيدور المغلق؟ ايوه بس لما كان بابا مسافر. يبقى الكلام بقى اللي سمعته صح. ايه هو اللي سمعتي؟ حكايته مع بنت بشندي ورده. يا اختي ورده ده بيقولوا غرقان في شوشته معاها.
غريبة، أنا أول مرة أسمع الكلام ده. ده أنا بحسبك عارفة وجيت أتأكد منك. يعني أنت متأكدة؟ إلا متأكدة، دول إخواتك كلهم ونازج وفوزية هما اللي قالولي. مالك مستغربة كده ليه؟ لا أنا مش مستغربة، بس يا خسارة نقبها هيطلع على شونة. ليه؟ أنت مش بتقولي إن فتحي بيحبها؟ هو إيه اللي فتحي بيحبها ده؟ وانت فاكره ان امك ولا ابوكي هيوافقوا يدوا ابنهم الحيله لورده بنت بشان دي؟ الحب ملوش حسابات يا حميده، ما يعرفش غني ولا فقير، دي نظره طبقيه. لا بقول لك ايه، انا الكلام اللي انت بتقوليه ده ما يدخلش دماغي ومش فاهماه. انا كل اللي عارفاه ان ابوكي مش هيوافق يدي ابنه لبنت بشان دي، بنت الغفير. ليه؟ سبق وان بابا وافق على جوازك من برعي. برعي؟ هو في زي برعي؟ ده برعي ده يا حبيبتي دراع ابوكي اليمين، ده الحد العقاد بجلالة قدره ما يقدرش يستغنى عن برعي. ده برعي سبب الهيرمان اللي انتوا فيه ده كله. ده ابوكي ما بيسافرش سفريه غير لما ياخد برعي معاه. انا ما قصدتش والله يا حميده. لا 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 قصدتي ولا ما قصدتيش. اخس عليكي، برعي تقارني برعي ببنت بشندي؟ وريني انت يا حبيبتي هتتجوزي مين؟ قال برعي، قال هو في زي برعي؟ يا حول الله يا رب، برعي اخس عليكي. سلام يا اختي. كده يا فتحي اتاخرت عليك. المهم انك جيتي. من هنا ورايح الواحد لازم يراعي ازمه الشوارع. اللي يشوفك كده ويفتكر الجايه ماشي. ساعات المشي بيبقى احسن من انك تركب عربيه. عارفه بلدنا دي غريبه قوي، لا اللي جاي راكب مرتاح ولا اللي ماشي مرتاح. اما بقى اللي ربنا يكرمه ويركب مواصلات ده ربنا معاه. المهم تشربي ايه؟ كل مره انت اللي تعزمني. هانت وهي دي عزومات، بس هانت كلها شويه وعلق الدبوره التانية ووريك العزومات الصح. طب انت مره وانا مره. انت عايزه تزعلي مباحث المخدرات مننا؟ تشربي ايه؟ هات لي عصير برتقال. برتقال من فضلك. عارفه يا مروه كلامك عن باباكي حسيت انه راجل طيب قوي. ده طيب قوي يا علاء، ده يعرف ربنا، ده بيبني جامع. على كده انت بتحبيه قوي. وهو بيحبني قوي قوي، ولا يمكن يفكر ان يغصبني على اي حاجه، عشان كده انا متفائله جدا. يعني مش هيبقى في مشاكل؟ ما افتكرش. كل اللي هيحصل لما هتتقدم لي انه هيسالني موافقه ولا هيقول لك شوف لك عروسه تانية. لا عروسه تانية ايه، انا قلبي اختار ومش معقوله افضل قاعد كده معنس. يا ريت بقى بلاش نفرض سوء النيه. وبعدين انت مش واثق فيا ولا ايه؟ ما انا قلت لك الموضوع ده في ايدي. ايه مفيش اي ثقه؟ لا مش واثق في باباك، راجل غني زيه، ايه اللي يخليه يدي بنته لظابط لسه في بدايه الطريق ومن عيله على قد حالها؟ اولا بابا مش من الاغنياء اللي انت فاكرهم، بابا ده راجل عظيم. اولا بابا وافق على برعي اللي بيشتغل عنده يتجوز اختي الكبيره، هيقوم مش هيوافق ان بنته اللي بيحبها تتجوز ظابط بوليس؟ مهم انت هتعلق الدبوره الثانيه امتى؟ وانت مين قالك ان انا هروح معاك الشقه دي تاني؟ هتيجي لو عايز اقطع لك رجلين سالم اخوكي من هناك هقطعها. وتقطعها ليه؟ انا ايه اللي هيوديني هناك تاني؟ عشان نتكلم في هدوء يا ورد. انت ما بتقعدش هادي خالص يا فتحي، لعلمك بقى انت مش هتطولني غير بالحلال، يعني نجوم السماء اقرب لك مني. اوعى بقى اتاخرت. استني بس، استني يا ورد. انت عايز الحاج يشوفني بعدين يبهدلني؟ جري يا فتحي، هو انت لا منك ولا كفايه شرك ولا ايه؟ انا مش فاهم انت بقيت حمائيه كده ليه؟ ما هتسيبيني اكمل كلامي معاكي. انت لحد دلوقتي ما بليتش ريقي بكلمه واحده، اللي عمال تقوله تعيده تقوله تعيده. حاسب بقى متعطلني. خلاص بقى يا ورده، خلاص هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس اخد شهادتي الاول. وانت يا اخويا باين لك نجاح ولا شهاده؟ احنا كلنا من ساعه ما وعينا على الدنيا دي واحنا شايفينك يا اخويا تلميذ. لا 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 خلاص، اوعدك اوعدك انا لازم اخلص، لازم اخلص عشان الحته القمر دي. خلاص لما تنجح بقى وتاخد شهادتك، بس يكون في علمك انا كل يوم والتاني بيجي لي عريس انا احمل اللي قبليه، وانا اللي بقول لابويا لا لما اشوف اخرتها معاك. ايه يا سي فتحي؟ اوعى. يا لهوي على الحته.